لو الحكاية فيها إن فيتو والله انا جيت النهارده طبعا حد قعد الشغل مخصوص عشان خاطر اعمل الشهادات ان شاء الله للبنات عندي. كانت شهاده كويسه كبيره يعني مبلغ كويس. طبعا اكيد ده عشان خاطر حب مصر وعشان خاطر بلدنا تنهض ان شاء الله. ويعني اتمنى باذن الله يحصل اقبال كبير خصوصا من رجال الاعمال والصحفيين والاعلاميين والفنانين ولاعيبي الكوره. الكلام ده كله متهيألي يعني ان شاء الله هيدي حافز كبير جدا الناس كلها تشترك في الموضوع ده. الأولاد دول تبع مين يا جماعة؟ السلام عليكم. مين وهيبة؟ بس هي اوريدي انا مين ده؟ بدل هكتب الرقم ويبقى لازم اشوف صورته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رايح جاي من مصر. طبعا اسم مصر يرتبط بقناة السويس. احنا زي ما الرئيس جمال عبد الناصر سبق ان هو افتتح قناة السويس وامن قناة السويس. فطبعا السيسي فتح قناة جديدة. فالاثنين يعني ان شاء الله ناجحين مش استثمار مبلغ بقدر ما هو احتفاظ شهادة نروجها في البيت للاولاد ان شاء الله لاولادنا وان شاء الله امن.